عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة وبرنامج علامات الأزمنة. برنامجنا بنناقش فيه سفر الرؤية، هذا السفر المليء بالرموز، هذا السفر اللي البعض شايف أنه مليء بالأمور الصعبة. بنقف وقفة تأملية، وقفة تفسيرية حول هذا السفر. وزي ما قلنا في حلقات سابقة أن هذا السفر الصعب في مدارس كتير مختلفة بتتناول دراسة وتفسير هذا السفر. بعض المدارس بتعتبر سفر الرؤية أنه بيتحدث فقط عن الكنيسة الأولى والعصور الأولى للكنيسة، ولا يحمل أي رسالة لعالمنا اليوم. مدرسة تانية بتشوف سفر الرؤية ملوش علاقة خالص بزمن كتابته، ولا ليه علاقة خالص بتاريخ الكنيسة، لكنه كله عبارة عن رموز بتتحدث عما يحدث في العالم ونحن في نهاية الأيام. الحقيقة المدرسة اللي احنا بنتبعها في هذا البرنامج هي مدرسة موضوعية. بنشوف سفر الرؤية انه سفر تاريخي مرتبط بأحداث تاريخية، لكن أيضا هذا السفر يحمل لنا رسالة، يحمل لنا دروس نستطيع أن نتعلمها ونحن في هذه الأيام. يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم نيافة الأسقف الدكتور الأنبا ماكسيموس. أهلا وسهلا بنيافتك معنا. أهلا بجنابك وكل المشاهدين، أهلا بيك. في الحلقات اللي فاتت عزيز المشاهد كنا تكلمنا عن الشاهدين، وتكلمنا عن الوحشين، وتكلمنا عن المرأة اللي كانت متسربلة. النهاردة هيكون لنا وقفة مع سفر الرؤيا أصحاح 8، وهناخد فكرة عن الأبواق. يا ترى ما هي الأبواق؟ الأضرار التي حدثت يا ترى وقعت على من؟ الأبواق ديت بتتكلم عن أي زمن؟ بتتكلم عن أي عصر؟ عشان كده أنا بدعوك عزيزي المشاهد أن يكون معاك دلوقتي نسخة من الكتاب المقدس، وتفتح كتابك المقدس على سفر الرؤيا أصحاح 8، علشان وأنا بقرأ هذا الإصحاح تكون بتتابع معانا، وبعد كده نستمع إلى شرح هذا الإصحاح. بيقول الكتاب المقدس في رؤيا 8 وبدءا من العدد الأول: ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله، وقد أعطوا سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله، ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. ثم إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا، فبوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم، وألقي إلى الأرض فاحترق ثلث الأشجار، واحترق كل عشب أخضر. ثم بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر، فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة، وأهلك ثلث السفن. ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الأفسنتين، فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة. ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن، والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل 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 للساكنين على الأرض
من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. طبعا كلام كله ألغاز وكلام كله رموز وكلام فيه حاجات كتيرة صعبة، عشان كده هنستمع لنيافة الأنبا ماكسيموس. إيه رأي نيافتك؟ إيه تعليق نيافتك بصفة عامة على موضوع الأبواق ده؟ هو أنا بداية عايز أؤكد على ما شرحناه فيما سبق من حيث المبدأ والتعليم اللاهوتي، مش عايز أقول الصحيح بقى عشان ما ندعيش المعرفة المطلقة، ولكن المؤسس على موروث الكنيسة الأولى، أن الله صانع الخيرات، أنه معطي الحياة، معطي القيامة، وأن الله ليس صانع الموت، هو الحياة. قال المسيح له المجد: أنا هو الحياة، أنا هو القيامة. وما قالش أنا هو الموت أبدا، لأن هو مش الموت، هو الحياة. وعلى العكس الإنجيل قال أن إبليس كان قتالا للناس منذ البدء، وقال بصريح العبارة: ولكي يبيد بالموت، أي موت المسيح على الصليب، ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. كلام محدد وواضح أن صانع الموت والذي له سلطان الموت هو إبليس، وصانع الحياة والذي هو الحياة هو المسيح. الناس عندها مفاهيم وتعليم غير مسيحي وغير نابع من الإنجيل ومنتمي إلى مفاهيم بعضها في العهد القديم، بعضها من الفولكلور الشعبي، بعضها من الديانات المصرية القديمة أو الديانات غير القديمة وهكذا، لكنها خارج نقاوة تعليم الإنجيل، اللي هي إيه؟ اللي هي بتعلم أن الله صانع الخير وصانع الشر. ده كلام. أنا بس محتاج أقف وقفة مع نيافتك هنا، لأن برضو ممكن المشاهد يعني يحصل عنده لخبطة. نيافتك قلت ان في لاهوت اوروبي، وبعدين نيافتك اتكلمت عن في بعض مفاهيم من العهد القديم. هو العهد القديم ده مش جزء من الكتاب المقدس؟ يعني احنا كمسيحيين بنؤمن بالعهد القديم والعهد الجديد، فما يقول الكتاب المقدس ككل بعهديه احنا بنقبله. انا حسيت ان حضرتك في كلامك يعني فصلت بين العهدين. ده سؤال جيد جدا جنابك. نحن نؤمن بالكتاب المقدس بعهدي، وكلمة نؤمن بالكتاب المقدس بعهدي مختلفة عن أننا نؤمن بالعهد القديم وبالعهد الجديد. ليه؟ لأن لما أقول أننا نؤمن بالعهد القديم مستقلا ثم أؤمن بالعهد الجديد مستقلا، فهذا ليس إيمان الكنيسة الجامعة. إيمان الكنيسة الجامعة أننا نؤمن بالكتاب المقدس بعهدي. طب إيه الفرق بين العبارتين؟ الفرق هو أننا نقبل العهد القديم بعيون العهد الجديد. يعني إيه بعيون العهد الجديد؟ يعني أول حاجة المسيح له كل المجد قالها لنا على الموعظة على الجبل، أنني ما جئت لأنقض، أنا مش جاي أشطب على القديم، ولكن جئت لأكمل. مدام هذا سيكمل، إذن فوحي العهد القديم كان غير قادر على بلوغ الكمال، والكمال هو استعلان ابن الله.
بس الرسول بولس قال كل الكتاب هو موحى به من الله. ده كلام سليم جدا. السؤال هنا حينما كان الرسول بولس بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله، أي كتاب يقصد؟ هل يتصور مسيحي اليوم إن الكتاب المقدس بالشكل اللي هو في إيدينا كان هذا هو اللي موجود في إيدين الإنسان المسيحي الأول أو الإنسان اليهودي؟ سنتجاوز هذه النقطة ونذهب للنقطة التالية، ونفترض يعني على أساس غير علمي إن المسيحي العصر الأول كان معاه كتاب المقدس بالشكل اللي هو معانا، مع إن كان لسه بولس بيكتب الرسالة اللي ضمت بعد كده لمجموعة كتب العهد الجديد. نحن لا نلغي ولا ننكر ولا نريد أن نلغي أن العهدين موحى بهم من الله، ولكن ينبغي أن نفهم مستوى الوحي في العهد القديم إيه، ومستوى الوحي في العهد الجديد إيه. يعني نحن متفقين 100% إن العهدين 100% موحى بهم. عزيزي المشاهد أهلا بك من جديد، ما زلنا بنستكمل حوارنا في برنامج علامات الأزمنة حوالين سفر الرؤيا أصحاح 8. هذا السفر الذي يتحدث عن الأبواق والضربات، وإحنا في حوارنا لسه ما دخلناش في الأبواق، لكن إحنا عاملين كده مقدمة عامة. هل الله له علاقة بالشر؟ هل الله له علاقة بالألم؟ هل الزلازل والبراكين والأوبئة، هل الله له علاقة مباشرة بكل هذه الأحداث؟ هل العهد القديم اللي تضمن آيات بتتحدث عن مسؤولية الله، هل فعلا هذه الفكرة هي فكرة موحى بها من الله، أم أفكار مغلوطة عن شخصية الله؟ الله الحب، الله الخير، الله السلام. مرة تاني برحب بضيفي الكريم نيافة الأسقف الدكتور الأنبا ماكسيموس، أهلا وسهلا بنيافتك معنا. أهلا بجنابك، أهلا بيك. نيافتك قبل الفاصل اتكلمت عن أن في بعض الأفكار المشوهة عن شخصية الله في العهد القديم، ونيافتك قلت أن احنا لازم ننظر إلى العهد القديم من خلال العهد الجديد، وبعدين وقفنا عند جزئية بقى الأنبياء، وهل تحدثوا بأمور تخالف وصايا الله في العهد القديم أم لا؟ تفضل نيافتك ادينا فكرة عن هذا الموضوع. أنا بس عايز أأكد على حقيقة مهمة عشان المشاهد العزيز يفهم يعني المعنى العميق الذي نريد أن نكشفه لذهنه الآن. أن آباء الكنيسة الأولين استشهدوا بنصوص العهد القديم التي تنبأت عن المسيح، واستدلوا بيها على ألوهية رب المجد وكل هذه الأشياء. ما الأشياء كثيرة، وقديس أثناسيوس أخذ استشهادات وغيره، وهذا لا خلاف عليه. إذن فهنا الوحي الذي يتحدث وينبئ ويعلن عن المسيح. لكن اللي احنا بنتكلم عليه ليس أن القصور في ما يقدم الله كامل، ولكن القصور هنا في الإناء اللي بيستقبل الإلهام، اللي هو الإنسان النبي اللي قال له الله عايز أشوفك، قال له لو شفتني لا يراني الإنسان ويعيش. النهاردة إنسان العهد الجديد
بيرى مجد الله في وجه يسوع المسيح. النهارده انسان العهد الجديد بياخذ الروح القدس الذي يفحص كل شيء حتى اعماق الله. بس محدش شاف ربنا وجها لوجه. الابن القدوس. ليس احد راى الله الا الذي من الله. وعشان كده هو نفسه الوحي الكامل والاعلان الكامل. يبقى القصور مش في الوحي، القصور في الانسان. نروح بقى للانسان اللي كان محتاج يتكمل. ايوه. موسى اذن لكم ان تطلقوا نساءكم ولكن لم يكن هكذا من البدء. الله، ده الكلام ده مكتوب في وحي العهد القديم، تعطى كتاب طلاق فتطلق. اهي الحادثه دي بتشرح لنا يعني اللي سمح بالطلاق في العهد القديم موسى مش بناء على وصيه الله لكن من نفسه. ده كلام الرب نفسه له كل المجد. ان موسى هو اللي قال. هو قال لهم كده أذن لكم. وبالتالي لما نيجي نرجع لحادثة تحريم أريحة. نفس القياس. الله أبو يسوع المسيح المحب اللي بذل ابنه. هو بالفعل اللي أمر يشوع أن يقتل أطفال أريحة؟ أم أن هذا على نفس القياس في حادثة موسى أذن لكم؟ لا أنا كده مش فاهم موضوع قتل الأطفال ده، طب مش واضح في العهد القديم أن الله قال له اقتلهم؟ طب ما هو النص بيقول كده. ما هو النص بيقول أن الله اللي قال في الشريعة تعطى كتاب فتطلق. طب أنا كده اتلخبطت بقى، أمال ده مين اللي قال بقى؟ الحل بقى أنك أيوة. تقرأ القديم بعيون الجديد. الحادثه بتاعت موسى او اذن لكم في بكلمات الرب نفسه اللي هي مكتوبه في الشريعه تعطى كتاب طلاق فتطلق بتشرح الفكره، بتشرح الفكره ان وحي العهد القديم سراج منير الى جوار الشمس. ليه؟ لان الإنسان النبي لم يفتدى من خطاياه ولم يقبل الروح القدس من أساسه في داخله، ده كان الروح القدس يحل عليه من خارجه. فبالتالي تقدر تشوف الفرق بين إلهام بولس ووحي يشوع أو موسى. ده واحد قبل الروح القدس واتحد به وأخذ إلى السماويات ورأى وسمع أمور لا يسوء أن ينطق بها، وده لا يران الإنسان ويعيش ولم يقبل الروح القدس من أساسه. لازم نفهم هي إيه حدود الفرق بين العهد الجديد وبين مستوى ما كان فيه الإنسان في القديم. يعني روح الله ما كانش بيعمل في أنبياء العهد القديم؟ كان بيعمل في أنبياء العهد القديم وفي الملوك الملحدين بتوع العهد القديم. الرؤية اللي ادها الفرعون والرؤية اللي ادها لنبوخذ نصر، ما كل ده عمل روح القدس. أي لكن الروح القدس له عمل سابق على خلاص الإنسان. هو يعمل في هؤلاء من خارجهم، لم يتحدوا به، لم يقبلوه. هو كلام المسيح واضح، الآن هو ماكث معكم، ده التلاميذ أنفسهم، ويكون فيكم، ده ما يأتي. إن عندي كلام كثير لا أقول لكم لكنكم لا تحتملون الآن، ده التلاميذ. ليه؟ لأنه لسه ما قبلتوش الروح القدس. تمام. يوحنا 7، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، كلمة قاطعة مانعة، لأن يسوع لم يكن
قد مجد بعد. وحي العهد القديم حل عليه روح الرب، وحي العهد الجديد ليس احد راى الله الا الذي من الله، اهو قدامك اهو الابن تمام الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. وبعدين الابن الوحيد اللي في حضن الاب الان هو يعطي نفسه بالروح القدس لبولس وبطرس ويوحنا وباقي بقى القديسين على مدى التاريخ، فيتكلموا باعلان الابن. هنا كمان لازم ننبه لحاجة مهمة أبونا، إن كل المؤمنين قابل الروح القدس تمام بحسب تعليم الإنجيل، ولكن في رسالة روميا بيقول بطريقة واضحة روميا 8 أن ما قبله المؤمنين هو عربون الروح القدس. فإذا لسه في درجات ومستويات من الامتلاء من الروح القدس، يعني ممتدة في البشر إلى درجة افتداء الأجساد واستعلان ابناء الله. فالفوضى اللي احدثها التفسير العشوائي للكتاب المقدس بعد حركة الاصلاح خلى الناس بتاخد الامور على سطحيتها من غير ما تفهم ومن غير ما تدرك ايه اللي استلموا الخبرة من اباء الكنيسة قدموه لنا وشرحوه لنا. طيب انا برضو عشان السادة المشاهدين ما يحصلش عندهم نوع من التشويش، ايه علاقة الموضوع ده بالابواق اللي في رؤية 8؟ يعني انا مش شايف هنا في الابواق اي كلام عن العهد القديم ولا عن سورة الله خالص. حلو، ليه علاقة بطريقة فهم تعبيرات الإنسانية البشرية اللي قالها سفر الرؤيا اللي بتقول إن ربنا هو اللي هيطربق الأرض على دماغ أصحابها. ما هو لما تقرأ سفر الرؤيا بنفس الطريقة اللي أنا سميتها العشوائية، يعني خلاص ما دام كل واحد هيقدر يقرا الانجيل ويفتي ويفسر، اي حد يمسك سفر الرؤيا ويقول لك ده هذه بحيره النار والكبريت وهذا الله بيامر بان يدمر البشريه وهكذا بهذا الشكل، وبالطريقه دي هيخرج برؤيه مغايره لفهم عمق الاعلان اللي في سفر الرؤيا اللي جوهره العهد الجديد. يعني لما بيحصل زلزال او بركان او ملايين من الناس بيموتوا او الاف من الناس بيموتوا، مش ده كله بإرادة ربنا؟ مش ربنا هو اللي خلق الطبيعة دي؟ حلو، ده بقى اللي عايزين نشرحه، ده اللي عايزين نشرحه كمقدمة. هبتدي الاول من الامثلة المحسوسة واللي موجودة حوالينا. الرؤساء أو التجار الجشعين أو رؤساء الحكومات في بلاد إفريقيا اللي بينهبوا الغابات ويقطعوا الأشجار عشان يبيعوها ويعملوا ثروة، بيتسببوا في تغيير المناخ بتاع المنطقة. ولما بيتسببوا في تغيير المناخ بتاع المنطقة، أقل حاجة عشان نعرفها ببساطة، ده غير بقى حاجات تانية مش معروفة للشخص العادي، يعني
ايوه تفصيلات علمية أكتر يعني. أقل حاجة نعرفها إنه الرئة بتاعت الأرض اللي بتخلي الناس تتنفس هي الأشجار، لأن الأشجار طول النهار بتاخد ثاني أكسيد الكربون في عملية التمثيل الضوئي، صنع الخضرة يعني، وبتخرج الأكسجين، بعكس عملية التنفس اللي بتعملها كل الحيوانات وأولا الإنسان، إنه بياخد في التنفس بيمتص الأكسجين وبيخرج ثاني أكسيد الكربون. لو هيفضل البشر والحيوانات ياخدوا الأكسجين ويحترق في دمائهم وفي رئتهم عشان ينقي الدم بتاعهم وتستمر الحياة، ويخرجوا ثاني أكسيد الكربون من غير ما يبقى في الرئة بتاعت الأشجار بتاعت الخضرة اللي بتدينا الأكسجين واللي بتدينا الأكسجين وتاخد ثاني أكسيد الكربون اللي احنا أنتجناه، هيكون النتيجة حالة التصحر اللي بتحصل في إفريقيا. هيبقى التصحر ده سببه غضب ربنا على البشر ومنع الأمطار، ولا التصحر ده سببه إنهم قطعوا الأشجار؟ من الذي صنع هذه الكارثة؟ يعني الإنسان له علاقة بالفساد اللي بيحدث في الطبيعة. الأمطار الحمضية اللي بتنزل على أوروبا الجميلة المتحضرة وبتهلك الزرع بتاعها، في سنة من السنين أمطار حمضية ضربت الطماطم بتاعت أوروبا. إيه الأمطار الحمضية دي؟ الأمطار الحمضية دي هي الأمطار بعينها الجميلة النقية، الماء المتبخر اللي الأبخرة اللي طالعة من المصانع بالمخلفات بتاعتها تصاعدت عليها، اختلطت بيها بهذه السحب وبهذه الأمطار، دابت فيها فنزلت الأمطار حمضية. ده يبقى ربنا بيضرب لهم محصول الطماطم، ولا هم بالمخلفات بتاعت المصانع بتاعتهم لوثوا الجو فنزل عليهم التلوث اللي عملوه في الأمطار؟ طيب الزلازل والبراكين البشر ما لهمش علاقة بيها. حلو قوي، نيجي بقى للزلازل والبراكين. البشر، بس اولا قبل ما نقول ما لهمش علاقة، لا ليهم علاقة، قبل ما نقول برضو النظرية الكونية على بعضها، البشر يقدروا يسببوا زلازل محدودة من خلال التفجيرات النووية اللي بيعملوها تحت سطح الأرض وفي أعماق المحيط. تعال بقى لفهم الأحداث الكونية في مجملها من منطق الإيمان بعناية الله بالكون. يعني أنا كلمتك من منطق عقلي بيربط بين ما يحدثه الإنسان مثل ثقب الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض وما سيترتب عليه من ذوبان الثلوج وإغراق الأماكن الواطئة كلها بما فيها جزر زي جزيرة المالديف مثلا أو غيرها، وإغراق الشواطئ إلى آخره. كل ده من صنع الإنسان، وفي الآخر هيقول لك كوارث ربنا عملها فينا. لا، تعالى بينا نفكر من منطق عناية الله بالكون، منطق إيماني. ونجيب على السؤال بمنتهى البساطة. سفر التكوين بيقول لنا أن الله
أمر اليابسة أن تظهر. معناه إيه؟ معناه أن الكرة الأرضية كانت مغمورة بالمياه. ده بعد الطوفان. لا ده في الخلق، في البداية خالص. في البداية خالص بيخلق الأرض، أمر اليابسة أن تظهر. فالأرض كانت مغمورة بالمياه، وبعدين سفر التكوين بيوصف يقول وكانت الأرض خاربة وخالية. ما هي خاربة وخالية لأن مغمورة كلها بالمياه. ولكن الأمل هنا كان روح الله حاضر يرف على وجه المياه، ومن ثم فلأن روح الحياة حاضر تحول الخراب إلى حياة، وابتدى هذا التحول بأول حاجة إنه اليابسة ظهرت. يعني إيه اليابسة ظهرت حضرتك بقى؟ مسألة بمنتهى البساطة عايزة تتفهم بناء على المعارف اللي احنا انتقلنا إليها أو اللي العالم عرفها بعد كده. الأرض تدور حول محور مائل وليس حول محور عمودي. الأرض مش بتلف كده، الأرض بتلف حول محور مائل بزاوية 23 درجة ونص. ايه قيمة ان الأرض بتدور حوالين محور 23 درجة ونص؟ وجرى ايه انها تدور حوالين محور عمودي؟ هو ده سر الخلق، انها لو دارت حوالين محور عمودي هتبقى تيارات الحمل بتخلي المياه بتغمر الارض من فوقها لتحتها، وهتبقى اليابسة شريحة رفيعة في الجانبين. وهكذا كانت خاربة. روح الله عمل ايه؟ اول خطوة عملها مسك الارض وحطها في الوضع الذي يجعلها صالحة للحياة، تدور بزاوية ميل 23 درجة ونص. الزاوية دي هي اللي تسببت في ظهور اليابسة. كلام علمي ده. طبعا رجعها تاني عمودية كل ده هيروح. طيب 23 درجة ونص لسه. الأرض لو لفت حوالين الشمس بطريقة عمودية مش هيبقى عندك فصول. اللي عامل الفصول هو ان زاوية الميل هذه خلت الارض بتلف حوالين الشمس بطريقة بيضاوية، فاصبح مسافة الجزء اللي انا عايش فيه من الارض في وقت ما من السنة شتاء، وفي وقت ما صيف، والعكس بالعكس عن اللي عايش في الجزء الثاني من الكرة الأرضية. وده قيمته ايه؟ ده قيمته هو السبب في قدرة الأرض على الإنبات ودورة صعود العصارة. ومن غير هذه الحركة المحسوبة بهذه الزاوية المحسوبة ما كانش يمكن ان النباتات تطلع. احب بس اسيب جملة للمشاهد حتى لا يتشتت ذهنه لغاية ما نيجي الحلقة اللي جاية، وهي ان انا اقول انه اي خلل سيحدث في النظام الكوني اللي وضعه الله هو الذي سيسبب الكوارث. ثم يتبقى السؤال، لماذا
يمكن أن يحدث خلل في النظام الكوني ويسبب الكوارث، وده اللي هنجاوبه في الحلقة اللي جاية. أنا أعتقد ده كلام مهم محتاجين نبقى ندخل فيه الحلقة القادمة بالتفصيل، لأن فعلا في أمور السادة المشاهدين لازم يكونوا بيعرفوها بأكثر دقة وبأكثر تفصيل. عزيز المشاهد، الرب صالح، الله هو إله الحب، إله الخير، إله الجمال، وعشان كده أي مفاهيم خاطئة عن الله ديت ما كانتش من إعلان الوحي الإلهي، لكن كانت من أفكار خاطئة، تصورات خاطئة لدى الإنسان عن الله. إحنا بنهدف من هذه الحلقة أن الإنسان يفكر بطريقة علمية. التفكير العلمي أن إحنا نرجع الأمور المشكلات إلى أسبابها الحقيقية. ما ينفعش أن أي مصيبة تحصل نقول ربنا، أي زلزال يحصل نقول إرادة ربنا، لكن هناك أسباب، هناك أسباب علمية، والإنسان اللي بيفكر بطريقة علمية هو اللي بيرجع المشكلات إلى أسبابها الحقيقية. وزي ما قلنا في بداية الحلقة إن الأبواق بتتحدث عن زلازل، بتتحدث عن ضربات، وإحنا بنحاول نقول إن الله ليس له علاقة بالضربات ولا علاقة له بالزلازل. طبعا لسه في كلام كتير حوالين الأبواق السبعة، لكن في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم نيافة الأسقف الدكتور الأنبا ماكسيموس، شكرا جزيلا على هذا الشرح الوافي. شكرا جزيلا. عزيزي المشاهد، يسعدنا أن إحنا نتلقى اقتراحاتك، يسعدنا أن إحنا نتلقى تساؤلاتك. إيميل البرنامج قدامك على الشاشة، تليفونات البرنامج قدامك على الشاشة، فأهلا وسهلا بتواصلك معنا في برنامج علامات الأزمنة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتركك في رعاية الله، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، الرب معك.